أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز قدرة مختلف القطاعات الصناعية في خلق الفرص النوعية والمردود الإيجابي على النمو وإتاحة سبل الابتكار وتوظيف الإبداع وتطويع التقنيات المتطورة بما يسهم في تعزيز استدامتها وتنافسيتها، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ما يحوز عليه قطاع صناعة السيارات من تفوق وقوة انتشار في الأسواق العالمية باعتبار إحدى أهم روافد استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات. جاء ذلك لدى مشاركة سمو حفظه الله اليوم في حفل افتتاح مصنع ماكلارن في روثرهام بالمملكة المتحدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كامبريدج وصاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج والذي يختص بصناعة التجويفات الداخلية لسيارات ماكلارن باستخدام تقنيات ألياف الكربون، مشيرا سموه إلى ما يشكله افتتاح هذا المصنع من إضافة مهمة على المستوى العالمي خاصة في تقنية استخدام ألياف الكربون وأحداث الابتكارات والأبحاث لتحسين عمليات وأداء سيارات ماكلارين، مؤكدا في هذا الصدد إلى إسهام المصنع ودوره في تطوير سيارات الفورمولا 1. وأعرب سموه عن سعادته بالمشاركة في هذا الافتتاح إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كامبريدج وقرينته، مشيرا سموه بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والمتصلة بتاريخ ممتد من التعاون والتنسيق المشترك على جميع السعد. هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودوق كامبريدج بجولة اطلع خلالها على خط التصنيع والمرافق الرئيسة في المصنع.